السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالنا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى سنة فلاحية مليئة بالأمطار إن شاء الله. اليوم جينا نهضروا شوية على واحد الموضوع ديال تسمين العجول. كما كتشوفوا هاد العجول مستوردة وكاينة في المغرب، ولكن بزاف ديال الفلاحة ولاو بغاو يطوروا راسهم باش يوصلوا لهاد النتيجة. الناس بدات كتكسب العجلة الشارولية، حيث أغلب الفلاحة العجلة الشارولية تهي كيسمنها وكيقولك ما صالحاش للتسمين. إلا ما كانتش صالحة للتسمين، كيفاش هاد العجول المستوردة كيوصلوا لعنا وعند بزاف ديال الدول بكثافة، علما أنهم مزيودين من نفس السلالة؟ يعني هذا عجل شارولي ولا عجل ليموزين كتلقى مو بقرة شارولية ولا بقرة ليموزين، وهاد السلالات خدامين بكثرة في فرنسا وإسبانيا حيت ساهلين في المقابلة ديالهم. غير هما هاد لي راس، باش تربح مزيان خاص ضروري دير العلف ديالك، تكري واحد 5 الهكتارات إلا ما عندكش الأرض، وضروري تكون سقوية. سيدي خصك دير واحد 2 هكتار ديال الدرا، 2 هكتار ديال الفصة، والفصة خصك ديما تيبسها، حيت الفصة فاش كتكون يابسة كتعطي واحد المفعول، يعني كيولي بحال الأعلاف المركزة، كيعطي واحد المردودية في اللحوم. والدرا ملي كتكون عندك بطبيعة الحال انت كتخلي فيها الحبوب ديالها كلهم، يعني هنايا كتكون 50% ديال الأعلاف درتيهم انت، ما كيطيحوش عليك غاليين، وكيبقاو بعض الأعلاف المركزة كتشريهم، هذوك ضروري منهم مكملات الأعلاف. وبالنسبة هاد العجول ضروري قبل ما ندخلوهم للتسمين خصنا نضربو لهم واحد الشوكة مضادة للبكتيريا. كتمشيو عند الطبيب اللي قريب عندكم، كتقولو عطيني هاد الشوكة المضادة للطفيليات. هاد الشوكة ماشي هي اللي كتسمن العجل كما كيعتقدوا بزاف ديال الناس، هاد الشوكة غير كتحارب الطفيليات اللي وسط العجل، يعني إذا كانت فيه شي كحة ولا شي حاجة، هاد الشوكة كتساعد الجسم يتخلص من جميع الطفيليات باش العلف اللي عطيتيه كيبان فيه. بالنسبة للطريقة ديال التسمين هاد العجول أو أي عجل، خصك ديما تخليه مطلوق على راحته، خصو تبن، كل ما خليتيه على راحته كيطلع بواحد السرعة هائلة. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال هذا النهار، وكنأكد لكم ديما العجول خليهم مطلوقين وخليو الإضاءة. هداك الطريقة ديال ربطو وزير عليه يدير عقلو راه ما صالحاش، كتخلي العجل ديما اللور اللور وكيتعطل في التسمان بزاف، وكنتعداو على الحيوان صراحة. إذا الإنسان الأفضل يطلق العجل ويخليه ياكل، وخاصة يخليه يشرب فوق ما بغى، إلا شرب فوق ما بغى صافي، هذيك هي أحسن حاجة. ونتمنى تكونوا استفدتوا هذا النهار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.